اللي شافكم في الخسران ما لازمش يسكت احنا غادي في الخسران احنا ولكن احنا يا طماعة احنا بيناش وضحية ولا بين الذبيحة ولا بين القربة لله سبحانه وتعالى لا بين غطش طش فهمتي وعمر الطيحان وشوي الكبدة وشوي القلب وهادشي اللي بينا اللي في شي بلاصة يجلس فيها. السلام عليكم خوتي خوتي ومرحبا بكم نهار جديد وفي قناة خويا. اولا كنبغي نعلن التضامن ديالي مع الشعب المغربي وهو إقالة رئيس الحكومة الوزير العثماني وحكومته الفاشلة. اشهد القرارات واشهد اتخاذ القرارات واش طلع الشجره هبط شكون اللي قالك تاكل الكرموس؟ كيف هادشي لا يعقل اخوتي والله هادشي لا يعقل ها شاد القرارات اللي ما بين ليلة ونهار والناس والعيد الكبير اصلا ما تلقوش العيد الكبير اصلا ما كانش يكون العيد الكبير ولكن حتى حنايا طماعه حنا بيناش وضحيه ولا بين الذبيحه ولا بين القربه لله سبحانه وتعالى لا بين غطش طش فهمتي وعمر الطيحان وشوي الكبدة وشوي القلب وهادشي اللي بينا. يلا كيف غديروا مع هاد الناس اللي هابطين من طنجة على رجليهم هاد المحطة الطرقية اللي مملوءة عن آخرها بالناس وزيد قال لك نشجعوا السياحة الداخلية يتا الناس راه كلي مشى لوطيل وجلس يومين هم ريزيرفي سيمانة ولا 10 ايام وقالوا له تقعد خاصك تمشي بحالك ردوا لنا فلوسنا لا ما كاينش اش راك سير تهلل يا حنيني واش راك سير تقرر وما فهمت والو ما فهمنا حنا والو انا واحد من الناس اللي ما فاهمينش كيفاش هاد شجعوا السياحه الداخليه ها وهذا هو الشجعوا السياحه الداخليه وخليتوا الناس معلقه تما كاين مساكن كيف يديروا كيف يعقل باش قرار يخرج في 6 وتطبق في 12 الليل ولا في 9 الليل هذا راه الحماق هذا شوفوا اخوتي هاد الصور خليكم مع هاد الصور مفهومش فلهذا الاخ العثماني جمع اخويا حويجاتك جمع على باريس ديالك السلام عليكم خاصك تكركب اخويا انت وداك الحزب راه ما خدامينش لذاك الدوله ما نفعتو الدوله بتا شي حاجه من نهار ترأستو الحكومه نتوما غير في المشاكل لا مع الشعب ولا مع الاحزاب ولا مع ولا مع ولا مع وبالخصوص هذا الوقت اش هذا طلع الشجره بتاكل هبط شكون اللي قالك تاكل الكرموس راه حرام عليكم المهم خوتي خواتاتي انا درت هذا الفيديو اليوم وصلني واحد الفيديو من عنده واحد الصديق في ايطاليا تحياتي خويا نبيل هذا الفيديو كيتعلق بالناس المهاجرين الله يخليكم اللي شي دوله خوتي يجلس فيها المغرب راه ما هربانش اللي فشي بلاصه يجلس فيها خليكم مع هذا الفيديو وتشوفوا شنو كاين هادشي راه ديال هاد النهار تابعوا الفيديو ما تنساوناش بلايك خليو لنا شي تعليق حول هذا الشيء واللي ما مشتركش في قناه اخويا حاول يشترك جزاكم الله بخير وخليكم مع الفيديو انتم الاخوان مرحبا هانا الاخوان نعطيكم الحي قال لك راه حبسوا حتى حد ما يخرج من المدينه حتى حد ما يدخل من المدينه انا هاك هاك شوف خد هادو راه غاديين عندك اصحابهم جايين وهادو راه كلهم تابعهم الحجر الصحي من عين المكان مرحبا الكرفان فرنسا انا مرحبا وانا غنقول لكم راه واحد 4 كيلومتر ل 5 كيلومتر الفيلا ها سانيورا ها هي الشوق
اصحاب الطاليان غاديين على رجليهم شتيهم. واش غنقول لكم؟ واحد 4 كيلومتر لا 5 كيلومتر برا في جنب الكرياج جنب المرسى شتيها. ها هو انطونيو كيتسنى. تشاو كاعي عليا مالك. انا مرحبا اخوان. موضوع البيئه الهدف ديالو اخوان اللي في الطاليان ما تجيوش، رانا جيتو غتمحنوا. راه دابا جات الموجه الثانيه تولي تطلب. بقى طلب جنوفه باش تركب باش تجي للمغرب وتجي هنايا تمشي للقنصله. سمعتي الاخ؟ دابا غتبقى في جنوفه تطلب باش تجي للمغرب وتجي هنا تمشي تبقى تطلب في القنصله باش ترجع. لا طل وحل. انا نقول لكم الاخوان هادو غادي نشوفوا. شوف خير مولانا هاك. ها طلين اش غنقول لكم؟ واحد 8 كيلومتر ما عاد 7 كيلومتر. المهم انا راه درت دوره كبيره ما عارفش. المهم 8 7 10 طوموبيلات غاديين هنايا فرنسا الطاليان. 7 جنوفا 7 جنوفا 7 جنوفا الوراق هما شتيهم. ها الطاليان شتوهم. ها الطلاين. ها اصحاب الطلاين. بايزان بايزان بايزانو بايزانو هاك شاران جالاكسي شتوم. مرحبا البارح راه ناضت واحد الفوضى في الدار البيضاء. كلشي الناس باغين يخرجوا كلشي هربوا كلشي. سمعوا غادي يحبسوا عليهم الخروج من المدن. الدار البيضاء ناضت فيها واحد الكسره لوطوروت مصيبه عظمى. سمعتوا الاخوان؟ مرحبا. هذا هو حسن ليفورنو. مرحبا بكم والسلام عليكم. بقاو معايا نزيدكم هاك. ها 270 هاكم. مرحبا بكم هاك. خود 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 هادو راه بحال كانوا مجدودين في الكيره وبحال يلاه تزادوا وغاديين حارقين. واللي ركب اللي ركب كي زغرت. قال لك اللي ركب في الباطو كي زغرت الاخوان. نقول لكم تبقاو تحكروا وتجيو هنا تولي تقول حسن يلا معنا القنصله، حسن يلا معنا السفاره، حسن يلا معنا الوزاره المهاجرين. راه يقطع عطاونا على الكذوب. برك تمايا برك. وما عمرك دوبلتي دوبلتي في التحضيري وفي الشهاده وفي البكالوريا درس بحال دوبلتي وبقيتي بارك تمايا. اش باغي تجي دير؟ انا نقول لك اش باغي تجي دير هاك. انا نقول لكم الاخوان راه ما عندكم ما تجيو ديروا. وراه اللي جيتو تحصلوا وراه كارثه عظمى. انا راه ما جايش علاش؟ لانني انا يا خدام وما باغيش نمشي ونريح. خاصني نمشي ونرجع نمشي نبدا نطلب ويديروا لك فيزيتا بدويشين طويورو تحليله قيامه باش تدخل المغرب. تدخل المغرب ما عرفتش يخليوك تدخل ولا ما تدخل. دابا هنايا عرفتي بحال اش المغاربه؟ راه بحال ديك المراه اللي باغا تولد عاد تولد يخسر لها بنادم ولا تولد فتيح ولا تولد عاديه ولا. سمعتوا الاخوان؟ انا باقي كاع ما كملت الصف. واش كاينه واش 10 كروم؟ المهم انا باقي الشيء باقا ما بغاش يتقادى. سمعتوا؟ مرحبا بكم هاك. ها الايفيكو طاليان سبيسيا كريج. راه دابا شفتوا غير مالي الحفلات ومالين دوك الجروبات وكلشي كاعين. قال لك هاد العام ما كاين والو ما غادي نخدمو ما غادي. الله يحسن العوان. سمعتوا الاخوان؟ الله يحسن العوان. الله يدير شي تاو ديال الخير. غنوريكم واحد المغاربه الاخرين. ها هما المغاربه فين باركين شتيهم؟ ها شوف المغاربه مساكن راه مع الشمس باركين عفس سميتو في الشجر ناعسين. ما خاصناش نوريكم الناس اللي ناعسين في الشجر. هاك شتيك وانا مخوت. ها وانا نقول لكم واحد 10 كيلومتر 12 كيلومتر كلهم مخرجين من برا الاخوان. وبرك تما والمغاربه واش باغي تجيو ديروا؟ ورا لا طليتي تحصل والله طلت تحصل. ويحسنوا لك بلا ما والمرد يحكم والبوليس يحكم وكلشي بدا مرضي في قوت واللي ما كتسوى حتى تبصله. وانت مدخل لهم مليار المغرب وملي تبدي تهضر معايا يقول لك اخو عاطينا التعليمات عاطينا القرار عاطينا عاطينا وتولي انت بحال داك القرد قدامه ما كتسوى حتى حاجه. كاين اللي فراس مالو على كاسكيطه. ها انا خوت هاك 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 شوف قول تبارك الله. ها
باقي هاك شوف 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 انا عطيك الباطو ها تقول راه حق هذا راه في الناظور ولا في زحيليقه ولا سير سير دوز دوز ها شتيها ماش كاين الباطو ماش الله حمايلي قالك مع 9 كيدخلوا ولكن الباطو كاين مع 10 سير نقي الهندي سير تنقي الهندي ها هو هذا عدو اسميتها شتي ها الاخوان مرحبا الجاليه المغربيه عزيزه عليا وكتسول عليا وهاد المشكله ديال هاد العام هاد القالب ما كنتوش حاسين بهاد القالب هذا القالب ديال الكورونا ما كانوش حاسين ودابا اللي دخل الطاليان بحال يلاه جاي حارق وكيعاودوا لي مساكن مشاو من اصحاب الطاليان جيعانين مشاو يخدموا كيضربوا كيكرفوا كيقول لك 4 شهور ما دخلنا الريال كنخرجوا ما ندخلوا سمعتوا الاخوان الناس مشاكن كيتشكاو قال لك راه ملي مشاو للطاليان كيبكيو الناس ما خدامين ما دامين الناس ملي مشاو هنايا 4 شهور وما باركين هنايا كملوا الريالات ما بقى عندهم حتى ريال الناس مساكن مشاو للبحر كاين اللي مسكين كيخدم بلا هواه كيخدم اكثر من القياس علاش لان ضربوا 4 شهور هنايا 4 شهور بحال بغيت تقول كملوا الريالات ديال بصح سمعتوا الاخوان هما دابا عندهم نقول انا واقيلا صحاب فرنسا هما القداميين الاخوان ودابا راه عندي الفينار ديال هاد اللي سميتو بلقى نوريكم هاد الاوليس اوليس 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 طاليان ها هي طاليان شتيها طاليانية شتيها سمعتوا الاخوان هذا مطريكي المغرب هذا غادي على فاكانسي هما الحراس ها الجدارمية انا كملت لكم الكوكبة ها دابا دير مثال خرجتي دابا مثال خرجتي من هنايا كتشدو كتجدارمية كتدور معاهم وكتقرا هاد البلاكة اقرا هاد البلاكة كتقراها شوف اش فيها كتقرا الدار البيضاء الرباط طنجة ونيطرا العريش سمعتي ها تبنى كتبداو كتم غادي منو حتى كتحلم كتفرح ملي كتوصلوا لهنا الاخوان هادي هي البدايه ديالك كتخرج من هنا كتم غادي والاخوان واللي في طاليان واللي في فرنسا واللي في سباليون وما تجيوش وهار الا جيتو ودبروا راسكم هانتوما شتو اخوتي يعني راه اللي مشى هبط من الجاليه راه غيبقى تما كاينه بخصوص اصحاب السيارات والله يدير تاويل الخير للجميع وعيد مبارك سعيد مره اخرى والسلام عليكم.